السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، العنوان بسيط بس مهم جدا. ما هي الرؤية الشيطانية ولماذا تحدث؟ الرؤية التي تأتيني من الشيطان رؤى سيئة يتعرض إليها الإنسان، وطبعا ده أمر خارج عن إرادته. أنا دائما أقول إحنا ملناش دخل في الرؤى، محدش بيختار أحلامه. أنت مش النهاردة كده قاعد وبتقول إيه أنا هحلم بحاجة كويسة النهاردة وتنام وبقى تحلم، مفيش الكلام ده. فالرؤى الشيطانية هي نوع من أنواع الرؤى التي يسببها الشيطان لك بغرض الإضرار بك، وإن أنت يحدث لك بعض الأمور السيئة ربما تدل أيضا على تسلط الشيطان عليك، أو ربما يريد أن يفزعك أو إلى آخره. فأول شيء الرؤى الشيطانية حينما تأتيك، طبعا أنا مش هتكلم إيه هي الرؤى الشيطانية، خلاص إحنا عرفنا وذكرناها من بداية ما بدأنا نتكلم في تفسير الأحلام من 15 سنة وأكثر كمان، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان لما قسم موضوع الرؤى، رؤية من الله، حلم من الشيطان، حديث نفس. فأنا مش بتكلم عن إيه هي الحلم، مش هقول بقى رؤية لأن رؤية من الله، وإن كانت يعني اللغة العامية الدارجة حلم زي رؤية الناس كلها مش يعني التخصيص ده مش مهم عندهم. فقضية إن الحلم من الشيطان بيأتيني ليه؟ واحد، رقم واحد للحزن والكآبة، فيرى النائم ما يجعله يستيقظ حزينا مهموما، يعني ضيق الصدر، كأن يرى مثلا رؤى موت الأهل واحتراق البيت وطلاق الزوجة والرسوب في الدراسة والإصابة بمرض خطير إلى آخر هذه الأمور. وبيجي لك علشان يحزنك، دي شغلته يا أخي. ده حلف بعزة جلالة الله اللي أنا بقوله ده قرآن، بس فيما معناه يعني إن أنا مش هترك ابن آدم، عاجلهم بقى من عن يمينهم وشمالهم وفوقهم وتحتهم وأمامهم ووراءهم، مش هسيبهم، مش هتركهم. وقال وعزتك وعزتك وجلالك، مش هتركهم. فهو ده شغله الشاغل، إنه يخوفك، إنه يحزنك. فأول شيء الحزن والكآبة، اثنين التخويف والإفزاع، فيرى النائم مما يعني يراه حينما يستيقظ يشعر بالقلق والخوف والتوتر والرعب، كرؤى الجن والشياطين والقتل والتعذيب والسقوط من أعلى وغير ذلك من هذه الأمور. ثلاثة الإيقاع بين الصالحين كالمسلمين والمسلمات، ويجي لك في صورة إن هو بيقول لك فلان ده عمل لك عمل وفلان، وانت تقوم دماغك شغالة، هو عايز يوقع ما بين الناس. ولذلك احنا لازم نتعامل مع هذه الرؤى بتعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ندفل عن يساري الناس ثلاثا. وطبعا ده يساري، ما عرفش الرؤية، عفوا التصوير او الفيديو ممكن يقلب اليمين شمال، ده يساري، ادفل على يساري ثلاثا ثم استعين بالله تبارك وتعالى وادعوه الا يصيبني منها اي مكروه، وان شاء الله مش هيحصل اي مكروه. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.